تتراكم الأحداث واحدة تلو الأخرى لتثقل كاهل المواطن العراقي الذي لديه من الموارد ما يمكنه من العيش الرغيد، لعل أبسطها قطاع السياحة الذي قاب قوسين أو أدنى من الانقراض، كما انقرضت من قبله قطاعات حيوية أخرى كانت ملكية حصرية وأولوية في سجل العراقي وحده. احنا زوار أو سواح من محافظة الديوانية، أجينا البحيرة الرزازة، لكن اللي اي اكيد يعني اللي لاحظناه يعني بهذا المكان بانه اول فقره بانه الطريق يعني الشارع العام كان مو نظامي. هاي اول فقره. النقطه الثانيه بان انت تشوف هذا الجرف ما التاكيد يعني بانه ماكو فد مكان يعني تقدر تجمع به العوائل او يعني مصاطب مثلا نقول او احجار مثلا، فقط هذا اللي لاحظناه، والا هو مكان متنفس للعوائل. بحيرة الرزازة كان بإمكانها أن تكون متنفسا سياحيا للعائلة العراقية تروح فيها عن همومها اليومية وتستقطب من خلالها الزوار والسياحة، عل في الأمر بعض الإيرادات المالية التي تدعم الاقتصاد المتهالك وتسد بابا من أبواب الفقر والبطالة المفتوحة على مصراعيها، لكنها مجرد مكان منسي كبقية الأمكنة السياحية العراقية التي يزيد عمرها عن 7000 عام. طبعا اليوم هاي رسالة من كربلاء المقدسة للحكومة طبعا المركزية، بغض النظر عن الحكومة المحلية، ان الصراحة بعد ما ناشد احنا الحكومة المحلية، ان يا ما ناشدنا ويا ما طالبنا ويا ما وجهنا كتب حتى رسمية باسم اهالي كربلاء، باسم ناشطين كربلاء، باسم كل الناس اللي تحب كربلاء، بخصوص هاي منطقة الرزازة اللي هي تعتبر المنفس الوحيد لاهالي كربلاء المقدسة، لكن للاسف الحكومة المحلية فقط وعود وحبر على ورق. احنا من محافظة بغداد زينا هنا للرزازة، قالوا مكان حلو، بس شوية تعرقلات وتموجات بالطريق، ماكو سهول، شوية سهول قليلة هنا، مثل هيك أماكن لازم يستغلوها للسياحة والاصطياف، تستغلها الدولة، لكن للأسف شوف أنت شوف، خلي صور بالكاميرا، شوف هنا الزبائن تكرم وشوف القواطي. إعادة تأهيل هذا المكان لا يؤثر على ميزانية محافظة كربلاء بقدر ما تؤثر عليها حجم الأموال التي تصرف على ضيافتهم. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.